يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبالتالي بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله نهاركم يكون نهار جميل ويومكم يكون مليان رزق وخير إن شاء الله. عايزين نبتدي مع حضراتكم بخبر حلو لسه يعني نما إلى علمي من دقائق معدودات. طبعا كل الناس اللي كانت بتسأل على نهواند الفترة اللي فاتت حضراتكم عارفين إن هي غابت عننا للأسف نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ولكن الجديد إن هي الحمد لله رب العالمين تمثلت الشفاء وأصبحت يعني المسحة الخاصة بيها سلبية، فبالتالي إن شاء الله قريبا جدا هتكون موجودة معانا وتطورنا. وحشتني بقى وحشتني اللي مضى والفرهدة اللي بنفرهدها مع بعض، أنا بقالي أكتر من أسبوع قاعد كده على الهادي مش هينفع كده حضرات. فعودي يا نهواند ألف حمد لله على السلامة وإن شاء الله قريبا جدا ترجعي تنوري البرنامج من جديد. طيب طبعا كالعادة هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن كل حاجة تخص النادي الأهلي من قريب أو حتى من بعيد، وهنتكلم معاكم عن الرياضة العالمية والصحافة العالمية، كل ده طبعا في الجزء الأول من حلقتنا كما تعودنا دائما، لكن في الجزء الثاني الجزء الحواري من حلقتنا النهاردة إن شاء الله هيكون معانا فقرة عن رياضة التزلج، وكمان هتكون معانا فقرة هينورنا من خلالها الكابتن محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق اللي أكيد يعني هنتكلم معاه كتير بخصوص مباراة الذهاب بصفة خاصة بين الأهلي والترجي إن شاء الله مقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجاري. فيما يتعلق بقى ببعثتنا بعثة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله ستغادر البعثة إلى تونس طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب، ستغادر في الرابعة عصرا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها زي ما كنت لسه بقول لكم يوم السبت الجاي في ذهاب دور نصف النهائي طبعا من دوري أبطال إفريقيا. زي ما قلنا يعني النهاردة الفريق هيكون عنده راحة سلبية بعد ما أدوا مجموعة من التدريبات المكثفة خلال الأيام الماضية، آخرها كان امبارح اللي شاهد تدريبات من ناحية وأيضا وضع خريطة إعداد للفريق من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني اللي بدوره عقد جلسة مطولة مع كل معاونيه ومع الجهاز الإداري للفريق. وبالمناسبة خضع الفريق برضه لمسحة طبية امبارح ضمن الإجراءات اللي بتطبقها إدارة النادي لمواجهة فيروس كورونا، وكمان من ضمن الأمور اللي كانت ملفتة للنظر ظهور المغربي بدر بنون في تدريبات الأمس عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده. وليد سليمان أدى تدريبات خفيفة بعد ما كان أصيب بكدمة في الفترة الأخيرة. بكرة إن شاء الله برنامج الفريق هيبتدي بتناول وجبة الغداء في النادي قبل التحرك إلى مطار القاهرة الدولي، وفريقنا بإذن الرحمن أول ما هيوصل تونس يوم الثلاث هيبتدي تدريباته تاني يوم على طول في ملاعب الجامعة التونسية يومي الأربعاء والخميس، وهيكون المران الأخير في استاد رادس يوم الجمعة. وطبعا بطبيعة الحال هيسبقه مؤتمر صحفي لكابتن موسيماني والفريق وقائد الفريق طبعا محمد الشناوي حسبما تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يا رب إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا، وهنفضل نقولها دايما العاشرة يا أهلي بإذن الرحمن. امبارح كمان كان في ظهور مميز جدا ولافت جدا للانظار خلال تدريبات النادي الاهلي، وهو ظهور النجم محمود حسن تريزيجيه لاعب الاهلي السابق والمحترف بصفوف استون فيلا الانجليزي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان في استقبال تريزيجيه وكان حريص جدا انه يطمن على حالته الصحيه وعلى برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه بالرباط الصليبي، واعرب تريزيجيه عن سعادته البالغه بدعم الكابتن محمود الخطيب ليه وتواصله معه هاتفيا عقب تعرضه للاصابه مباشره، واكد ان التفصيله دي كانت يعني ساهمت بشكل كبير جدا في رفع حالته النفسيه والمعنويه بعد ما تعرض للاصابه. اضاف انه بيعتز بشده بانتمائه الى النادي الاهلي، واكد على شعوره بالفخر لكون واحد من اللاعبين اللي اتشرفوا بارتداء قميص نادي القرن. وفي نهايه الجلسه جدد الكابتن محمود الخطيب رسائل الدعم لتريزيجيه واعرب عن اماله في التعافي من الاصابه في اسرع وقت ممكن، وان شاء الله العوده بقوه لتمثيل الكره المصريه والنادي الاهلي في الملاعب الاوروبيه ان شاء الله عن قريب. تريزيجيه اتكلم خلال زيارته بالامس وقال يعني كلام جميل جدا عن حبه وعن عشقه للنادي الاهلي، قال ان العوده الى بيتي على حد تعبيره كان شعور رائع لا يمكن وصفه، وبمجرد دخول ملعب التتش استعدت ذكرياتي مع نادي القرن اللي قدمني بشكل احترافي لبدء مشواري باللعب في اوروبا. واوضح كمان وقال ان الانتماء للنادي الاهلي فخر لاي لاعب، خصوصا ان انت بتنتمي لنادي لا يعرف كلمه المستحيل، ونادي يسعى دائما لمنصات التتويج وتسجيل الارقام القياسيه يعني كل يوم ان امكن، ولا يقبل سوى بالمركز الاول. وقال كمان انا تربيت داخل النادي الاهلي على تحقيق الفوز ولا شيء غير الفوز، ومن ثم خرجت الى ملاعب اوروبا مقاتلا ولا يشغلني سوى كيفيه بلوغ النجاح على كل المستويات وعلى كافه الاصعده. وقال كمان تريزيجيه انه متابع يعني بشكل مستمر لكل مباريات النادي الاهلي سواء محليا او قاريا، واكد امنياته في نجاح الفريق بالفوز بدوري ابطال افريقيا للمره العاشره في هذا الموسم ان شاء الله، وقال ان الاهلي
قادر على التتويج بالبطولة الإفريقية، خصوصا أن الفوز بالألقاب هدف رئيسي للنادي الأهلي، مش بس اليومين دول، ده على مر العصور وعلى مر تاريخ النادي الأهلي بشكل عام. تريزيجيه كان بيحكي عن متابعته لمباريات النادي الأهلي، وقال أنه يعني لغاية دلوقتي لسه فاكر اللحظة اللي محمد مجدي قفشة سجل فيها يعني هدف مميز جدا في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الزمالك، وقال من كتر فرحتي بالهدف يعني كسرت جهاز الآيباد الخاص بي، تعبيرا عن هذه الفرحة بهدف قفشة اللي قاد الأهلي للتتويج بالنجمة التاسعة. وقال بعد تتويج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، ذهبت إلى تدريبات فريقي بمنتهى الفخر وبمنتهى الاعتزاز، وأكدت ليهم أن فريقي هو ثالث أندية العالم، وده شرف كبير جدا لا يضاهيه أي شرف. وختم تصريحاته وقال أنا واثق جدا في قدرات لاعبي النادي الأهلي وفي قدرتهم على الفوز ببطولة أفريقيا هذا الموسم والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية من جديد. وقال قبل ما أكون لاعب سابق في النادي الأهلي أنا مشجع أهلاوي وعاشق جدا للكيان. ده كان كلام محمود تريزيجيه اللي بيفخر بانتمائه دايما للنادي الاهلي، واحنا الحقيقه كلنا كاهلاويه فخورين يعني بابننا المتالق، وطبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله ان شاء الله يرجع مره ثانيه يتالق في الملاعب الاوروبيه، وبنقول له الف شكر ليك يا تريزيجيه. طيب على صعيد اخر، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع بالأمس بمقر النادي بالجزيرة عشان يناقشوا العديد من الملفات المهمة اللي بتخص قطاعات النادي خلال المرحلة القادمة. خلال الجلسة اتخذ المجلس مجموعة من القرارات، تعالوا نتعرف عليها مع بعض من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي العريق والعظيم في كل مكان. نتابع في الدقائق القليلة القادمة أهم وأبرز القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد بالنادي الأهلي أو المقر الرئيسي في الجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الحقيقة هذا الاجتماع كان من الاجتماعات المطولة كالعادة، لكنه نوقش فيه العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة سواء بالنشاط الرياضي أو بدولاب العمل الإداري داخل النادي الأهلي في ظل قيادة تنفيذية وإدارة تنفيذية الحقيقة متميزة للدكتور سعد شلبي القائم بعمل مدير التنفيذي. الكابتن محمود الخطيب، وده بيبقى مصدر تفاؤل إن شاء الله لينا ولجمهور النادي الأهلي ولكل العشاق، رئيسا لبعثة النادي الأهلي إلى تونس في يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تغادر البعثة يعني مصحوبة بدعواتنا وأمنياتنا وأمنيات جمهور النادي الأهلي العودة إن شاء الله من تونس بنتيجة إيجابية مع فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لكأس دوري الأبطال الإفريقي. إن شاء الله مباراة العودة هتكون في القاهرة يوم 26 ومباراة الذهاب 19 بإذن الله في تونس. كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم في سعيه الحثيث نحو البطولة العاشرة إن شاء الله لدوري أبطال إفريقيا. وجود الكابتن محمود الخطيب على رأس البعثة بكل تأكيد بيبث مش بس الطمأنينة لدى الجماهير لكنه أيضا المسؤولية والتقدير من لاعبي الفريق الأول وجهازهم الفني. كمان تمت الموافقة في المجلس اليوم على مضمون بروتوكول سوف يتم توقيعه مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي صرح من الصروح الإعلامية الحقيقة في مصر. هذا البروتوكول هيتم من خلاله تنفيذ برامج في الدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه أو دبلومات، وكمان تقديم خدمات لأعضاء النادي الأهلي. حضراتكم عارفين يعني قبل أسابيع قليلة كان في بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية تم توقيعه بالفعل، أيضا يستهدف خدمة النادي الأهلي في مجال الإدارة الرياضية وأبناء النادي الأهلي وكل المنتمين للنادي، وفي إطار الحقيقة الحرص دايما على الأخذ بأسباب العلم ومنهجية الإدارة، فالنادي حريص على التعاون مع كل الصروح التعليمية والمنارات الكبيرة
علشان كده في بروتوكول قريبا مع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وافق مجلس الاداره النهارده على هذا البروتوكول في اجتماعه. تمت الموافقه الحقيقه على اعاره 2 من لاعبي الفريق الاول لكره اليد من نجومه، الاول هو اسلام محمود الى نادي السلميه الكويتي، والثاني هو اسامه الجزيري الى العربي القطري. هذه الاعاره هي اعاره مؤقته للمشاركه في البطوله الاسيويه للانديه ابطال الدوري في كره اليد في اسيا خلال هذا الشهر، يعني في نهايه هذا الشهر ده، في اطار ايضا التعاون الكبير بين النادي الاهلي وبين الانديه العربيه في مختلف الانشطه الرياضيه. تم كمان الموافقه، حضراتكم عارفين النادي الاهلي له منتجع ومعسكر عظيم في مرسى مطروح، وخدمه للاعضاء وللرواد تحديدا النادي وافق على تاجير او ايجار شاطئ في مطروح خاص بالمنتجع ونزلائه. عندنا اخبار كتير طيبه لاهل الشيخ زايد، لانه الحقيقه نادي الاهلي في الشيخ زايد له نصيب الاسد من الانشاءات والمتابعه في هذه الايام، زي ما مدينه نصر كانت السنتين الماضيتين وايضا الجزيره. فالشيخ زايد الحقيقه سيفتتح فيه قريبا مجمع صالات ضخم جدا، جمباز والكراتيه زي ما حضراتكم عارفين والسكواش. فالحقيقه تم البدء او الموافقه على البدء في شراء اثاث صاله الجمباز وصاله الكراتيه والسكواش المزمع افتتاحهم قريبا، مش كده وبس، لا ده كمان تمت الموافقه على غرس او زرع ما يزيد عن 800 شجره في محيط مجمع الصالات، وتنسيق الموقع بشكل يليق بحجم الانشاءات اللي تمت، ويليق ايضا باعضاء النادي الاهلي وبكل الفروع اللي ارتفعت جدا الحقيقه انشائيا وبمستواها بشكل يليق فعلا بابناء النادي الاهلي، وتاكيد من مجلس الاداره على خطته الطموح اللي بتستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمه للاعضاء. لكن الحقيقه الانشاءات بالذات نقدر نقول انها تجاوزت المخطط ليه وتجاوزت كمان المتوقع، وده بيعكس انه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب بيولي اهميه كبرى للخدمه الاجتماعيه ولاعضاء النادي الاهلي جنبا الى جنب، مع الاهتمام بابنائهم في مجال النشاط الرياضي بالاضافه لكره القدم معشوقه الجماهير. كمان تمت الموافقه على البدء في توريد الابسطه الخاصه بالكاراتيه، البساط اللي ابنائنا بيلعبوا عليه للصلاه في الشيخ زايد وكمان في مدينه نصر، لان حضراتكم عارفين انه في صاله متميزه في مدينه نصر. وعلى ذكر مدينه نصر، حضراتكم عارفين انه قطاع الناشئين لكره القدم كله موجود في مدينه نصر، فالنهارده من الحاجات المهمه انه المجلس ايضا وافق على بدء توريد اجهزه القياسات اللي هي الفسيولوجيه والبدنيه لقطاع الناشئين، وكمان الموافقه على تجديد البنيه الاساسيه لمكاتب وغرف خلع الملابس، يعني لمكاتب الاداريين واللاعبين وغرف خلع الملابس للناشئين في مدينه نصر. يعني كمان طالما رحنا لمدينة نصر فنبقى في المنطقة خلف مجمع حمام السباحة اللي هتكون على يعني مقابلة أيضا للجراج اللي بيتسارع العمل فيه لينتهي إن شاء الله قريبا. هذه المنطقة تم الموافقة واعتماد الميزانية اللازمة لرفع كفاءتها، هيتعمل فيها 4 ملاعب بدل اللي هي يعني لعبة زي كرة السرعة كده والتنس بتمارس بمضرب، وهيتعمل فيها منافذ ومناطق جلوس اعضاء طريق باعضاء النادي الاهلي وكمان دورات مياه. اعتقد بعد تطوير هذه المنطقه فمدينه نصر بهذه المساحه الكبيره وان شاء الله قريبا افتتاح الجراج يعني يصبح من الصروح اللي يشار ليها بالبنان، خاصه انه اخر مرحله في رفع الاسوار وتجديد الاسوار بتتم الان في شارع الطاقه في الخلف. دي كانت مجموعه القرارات الحقيقه اللي تمت الموافقة عليها ونوقشت اليوم في هذا الاجتماع الكبير والمطول. كل الأمنيات الطيبة لفريقنا الأول لكرة القدم بإذن الله بأن يعود سالما غانما ومنتصرا من رادس، ويعني محقق نتيجة إيجابية مع الترجي في المباراة القادمة يوم 19. كابتن محمود الخطيب رئيسا للبعثة، وكل الأمنيات الطيبة لحضراتكم دايما بالصحة والسعادة. شكرا جزيلا على يعني هذه الإطلالة اللي بتسمحوا لنا بها دايما على حضراتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي.
طيب اتعرفنا على قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الأخيرة، تعالوا بقى نتعرف مع بعض على حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة. طيب احنا النهارده اكيد هنتكلم مع حضراتكم سواء من خلال يعني الجزء الاول من حلقتنا او من خلال فقره الصحافه، اكيد هنتكلم مع بعض عن يورو 2020، هذا الحدث الرياضي العالمي لكل الناس في كل حته في العالم بتتابعه بمنتهى الشغف. هنروح بقى لاستعدادات منتخب بولندا لمباراته امام سلوفيكيا في سان بطرسبرغ الروسيه النهارده ان شاء الله. مدرب المنتخب البولندي بيعلق العديد والعديد من الامال على نجمه الكبير روبرت ليفاندوفسكي اللي تالق العام الماضي مع فريقه بايرن ميونخ وحقق انجازات كبيره جدا ونال بفضلها طبعا لقب افضل لاعب. المنتخب البولندي بمشاركه نجمه ليفاندوفسكي بيامل في بلوغ نصف النهائي هذه المره، طبعا بعد الخروج من ربع النهائي في النسخه الماضيه لما خسروا امام البرتغال. من المنتظر ان يعني بعد مباراه بولندا امام سلوفيكيا ان يتوجه المنتخب البولندي الى اشبيليه ليواجه نظيره الاسباني بطل اوروبا ثلاث مرات يوم 19 يونيو، ثم يعود بعدها لروسيا ليلعب امام السويد. النهارده كمان السويد هتلاعب اسبانيا، طبعا هتكون مباراه تقطيع، ولكن للاسف الشديد يعني السويد بتفتقد جزء كبير من قوتها الضاربه لانها بتفتقد خدمات نجمها المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بسبب اصابته في الركبه، ومن المرجح ان يقود الهجوم اللاعب السويدي الكسندر ايزاك، وهو بالمناسبه عمره 21 سنه وبيلعب مع ريال سوسيداد في الدوري الاسباني. السويد للاسف موقفها اصبح يعني صعب حبتين بسبب إصابة اثنين من نجومها بفيروس كورونا وهم ديان كولوسوفسكي وماتياس سانبرغ، واللي طلعت نتيجتهم سلبية الأسبوع اللي فات وبيقضوا فترة من العزل الطبي في الوقت الراهن. على الجانب الآخر منتخب إسبانيا بيستعد هو كمان للمباراة أمام السويد، وقائمة المنتخب كلها جاهزة تقريبا باستثناء باسكتس اللي مازال في العزل بعد إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، واللي الحقيقة ضرب كتير جدا من الفرق الأوروبية وفرق العالم المختلفة. طيب احنا اكيد كلامنا مع حضراتكم لم ينتهي بعد، ولا اخبارنا هي كمان انتهت لسه، هنرجع لكم مره ثانيه بمجرد العوده من هذا الفاصل والمزيد من الاخبار والموضوعات المهمه. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده الى 10 الصبح في الاهلي، وتعالوا بقى على طول كده واحنا سخنين نروح ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. يا سالة صباح الفل عليكي، اخبارك ايه؟ صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد طبعا وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، وطبعا يعني يا رب إن شاء الله اليوم النهاردة يكون مليان بالسعادة والخير والتفاؤل على كل اللي بيتابعونا. يعني أنا هكون دلوقتي معاك ومع كل مشاهدي قناة النادي الأهلي من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد عشان ننقل لكم كل الأمور طبعا والأجواء داخل فرع الشيخ زايد، وطبعا أخبار جميع الفرق الرياضية. بس خليني قبل يا كريم ما أكلمك في كل الأمور دي أقول لك إن الأجواء هنا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد هاديه جدا، لسه الاعضاء ما بداتش تيجي لفرع النادي،
طبعا النادي يعني جاهز عشان يستقبل كل الاعضاء، ولكن لسه الاعضاء ما بداتش تيجي، في عدد قليل جدا هنا داخل الفرع. طبعا بيجوا يعني عشان يجوا يستمتعوا بالاجواء النادي في الفتره الصباحيه، او عشان يجوا يعني يادوا بعض التدريبات في مجمع صالات الجيم، او طبعا مجمع حمامات السباحه. كمان خليني اقول لك ان النهارده يا كريم ان شاء الله يعني بعد ساعه بالظبط على الساعه 11:30 كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي هيجي يزور فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد في جوله تفقديه، يعني عشان يتفقد كل الانشاءات هنا داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وطبعا التطوير اللي موجود في الانشاءات طبعا على المستوى الانشائي، زي طبعا مجمع صالات الجمباز او طبعا صاله الكاراتيه ومجمع البنوك. طبعا هيكون معاه اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد، هيجي الكابتن يعني عشان طبعا يطمن على كل الاحوال داخل فرع الشيخ زايد، الانشاءات طبعا على المستوى الانشائي، وطبعا يتفقد النادي ويشوف طبعا الخدمات، وهيكون طبعا معاه الاستاذ محمد الالفي مدير الخدمات وطبعا المنافذ في كل فروع النادي الاهلي. كمان خليني اطمنك على فريق كره القدم، النهارده ان شاء الله فريق كره القدم هيكون في راحه سلبيه من التدريبات، وهيقعدوا بكره ان شاء الله للتدريبات على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعه 9 وتدريب هيكون الساعة 10 إن شاء الله، وبعد التدريب مباشرة بعثة النادي الأهلي هتتجه للمطار. طبعا يعني اللعيبة والجهاز الفني اتجهوا للمطار عشان يسافروا لتونس لمواجهة طبعا الترجي التونسي يوم 19 من الشهر الجاري، طبعا مباراة السيمي فاينل، مباراة نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعني يمكن بعد اجتماع مجلس إدارة امبارح يا كريم اللي يعني عقد في فرع نادي الأهلي بالجزيرة امبارح في تمام الساعة 5 مساء، يمكن بعد الاجتماع قرر مجلس إدارة ان هو يساند او اسناد يعني رئاسة البعثة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، هو يكون رئيس بعثة النادي الأهلي إن شاء الله اللي هتتجه لتونس لمواجهة الترجي التونسي. طبعا كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي في يعني مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وطبعا المرحلة الصعبة دي اللي هتكون أمام الترجي التونسي. كمان خليني اقول لك يا كريم انه كل الفرق الرياضيه في الالعاب الثانيه او يعني العاب الصالات، كل الفرق سواء يعني رجال سيدات اليد او رجال وسيدات السله وكمان سيدات الطايره، كلهم حاليا في فتره راحه، فتره اجازه اللي هي بعد السيزون ما بيخلص. لسه موعد التدريبات لسه ما تحددش انه الفرق هترجع للتدريبات مره اخرى ولا لا، عشان طبعا يعني دي بتكون التدريبات اللي هي بتكون فتره الاعداد قبل الموسم الجديد. كل الفرق دلوقتي مريحه، ولكن لسه يعني الموسم ما انتهاش بالنسبه لرجال الطايره طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. النهارده ان شاء الله رجال الطايره هيواجهوا نادي الترسانه الساعه 6 على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، وطبعا دي هتكون مباراه الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. يمكن يعني نادي الاهلي تاهل للدور الثمانيه طبعا عن طريق او حساب يعني نادي الطيران في الدور ال 16 على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل، ولكن يعني المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. كانت مباراه قويه طبعا كلنا شفناها من جانب الفريقين، الفريقين ادوا اداء قوي ومتميز، ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يفرض سيطرته على المباراه على نادي الطيران ويفوز بالمباراه بثلاث اشواط مقابل لا شيء. كمان خليني اقول لك ان كابتن ميدو مصلحي بعد يعني مباراه الطيران يوم الجمعه الماضيه قرر ان هو ما يريحش لعيبه النادي الاهلي، ويعني يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه الترسانه. كمان كل اللعيبه اللي كانت مريحه يعني كريم في اول مشوارهم طبعا بطولة كاس مصر زي كابتن احمد صلاح، كابتن محمد عادل، وكمان الثنائي المحترف ريموند وكاريزمير برضه قرر ان هو يعودوا مره اخرى للمشاركه في المباريات، عشان طبعا المرحله القادمه هتكون مرحله صعبه ومرحله مهمه طبعا للنادي الاهلي في مشواره في بطوله كاس مصر. فطبعا بنتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي سواء في الكره الطايره او كره القدم طبعا في مشوارهم في بطوله كاس مصر وبطوله دوري ابطال افريقيا. يعني طبعا معاك يا كريم لو في اي سؤال او في اي استفسار، والان العوده مره اخرى للاستوديو. مفيش ولا سؤال ولا استفسار، مالكيش عندي غير كل الشكر والتحيه وصباح الفل عليكي. ودلوقتي نروح مع حضراتكم على مقر موقع يلا كوره مع مراسلتنا وزميلتنا العزيزه روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في كافه الصحف والمواقع المحليه والاقليميه والعالميه. والجدير بذكر ان هيكون ليها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير موقع يلا كوره. روزان صباح الفل عليكي، وصبحينا على الاستاذ ايمن بعد اذنك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أهم عناوين أخبارنا اليومية، موقع فيتو الأهلي أمام الترجي تفوق كاسح للأحمر على بطل تونس في لقاءات الذهاب.
من صحيفة الاتحاد الإماراتية، واللي الحقيقة يعني أبرزت فوز المصريان الجندي وأشرف والتأهل لأولمبياد طوكيو. من موقع اليوم السابع، حصاد ثالث أيام اليورو 2020، إنجلترا تفك لعنة الافتتاح ضد كرواتيا، النمسا تحقق فوزها الأول في تاريخ البطولة، هولندا تخطف انتصارا مثيرا من أوكرانيا، ونجم النمسا يسجل الهدف 700، وقائد مقدونيا ثاني أكبر الهدافين. وأخيرا من موقع يلا كورة، البرازيل تبدأ طريق الدفاع عن الكوبا بثلاثية أمام فنزويلا. هيكلمنا طبعا في تفاصيل كل الأخبار دي يعني مدير النشر بموقع يلا كورة أيمن جلبرتو. في البداية طبعا برحب بيك عبر شاشة قناة الأهلي. يعني معانا خبر عن الأهلي أمام الترجي، النادي الأهلي ليه ذكريات كويسة جدا في رادس، يعني هل ممكن تتكرر مرة تانية ولا لا في مباراة طبعا الذهاب؟ أولا أهلا بيكي وبقناة النادي الأهلي، وصباح الخير لكريم. طبعا احنا بنتمنى كلنا ان النادي الاهلي يستعيد ذكرياته الجميله اللي في ملعب رادس، وخصوصا الاهلي حقق انتصارات في السنين اللي فاتت كانت في ملعب رادس مميزه جدا وباداء وبنتيجه. طبعا هي في ذكرى ليست جيده اللي هي كانت طبعا نهائي 2018، نتمنى انها لا تتكرر. الحمد لله الفتره اللي فاتت كان في يعني عدد ايام جيد للراحه بالنسبه للاعبين بعد ضغط مباريات كبير، فنتمنى ان الفريق يبقى مستعد بشكل كبير جدا للمباراه المقبله في نصف نهائي دوري الابطال، ويبقى مباراه الذهاب وملعب رادس هي البدايه او الخطوه الاولى لان الفريق يبقى حسم تاهله او اقترب من حسم تاهله للنهائي عشان حلم العشره باذن الله. بما ان يعني اليورو بدا، عايزك تكلمنا بشكل عام عن ثالث ايام اليورو وتوقعاتك للمباريات. طبعا المباريات اليورو امبارح كانت مميزه جدا، فيها ارقام يعني زي ما نقول كده ارقام تاريخيه. طبعا البدايه كانت ان انجلترا لاول مره في تاريخ مشاركتها في اليورو بتحقق انتصار في المباراه الافتتاحيه امام كرواتيا، كانت مباراه مثيره جدا، ستيرلينج سجل هدف جميل جدا، المباراه كانت مميزه. طبعا كان فيها حادث سيء ان كان في احد المشجعين للاسف قبل المباراه سقط وكان نقلوه للمستشفى من المدرجات. طبعا حوادث كتيره جدا في البطوله دي حتى الان، يعني اصابات ومشاكل، لكن نتمنى ان شاء الله ان هي تعدي على خير. طبعا مباراه النمسا ومقدونيا الشماليه، النمسا قدر برضو ان هو يحقق بالنسبه له انتصار تاريخي كاول انتصار ليه في اليورو، ومقدونيا حتى سجلت اول اهداف في اول مشاركه في تاريخها في البطوله، فده برضو كانت مباراه فيها ارقام مميزه. يمكن المباراة بقى اللي كانت الأبرز هي مباراة هولندا وأوكرانيا، المباراة 3-2، هولندا بتتقدم بعد كده أوكرانيا بتتعادل وهولندا في الآخر بتحسم الأمور. مباراة يعني بالذكريات كده الزمن الجميل لليورو، نتمنى بقى أن المباريات المقبلة كلها لليورو تبقى زي مباراة هولندا وأوكرانيا كان إن شاء الله. معنا خبر عن الكوبا كمان، إيه مصيرها في ظل طبعا ظروف الكورونا وغياب الجماهير؟ طبعا الكوبا ابتدت بمباراة البرازيل وفنزويلا، البرازيل الفوز كان سهل يعتبر يعني 3-0، مدرب طبعا فنزويلا هو مدرب كان سبق وتولى إدارة النادي الأهلي في فترة من فترات وهو بسيرو. البرازيل يعني هي تقريبا المرشح الأبرز أو الأوفر حظ أن هي تاخد البطولة، لكن البطولة للأسف من غير جمهور يعني ما فيهاش أي متعة حتى الآن في المباراتين اللي اتلعبوا، بنتكلم على الموضوع الجماهيري كمان على إصابات كورونا كتيرة جدا، يعني فنزويلا تقريبا حوالي 10 إصابات كورونا واستدعوا لاعبين إضافيين، كولومبيا قبل مباراتها برضو اكتشفوا حالتين، في مشاكل كتيرة جدا بصاحب البطولة دي، كمان النظام بتاعها صعب شوية أو يعني ما فيهوش متعة أن مجموعتين كل مجموعة 5 منتخبات هيتأهل 4 لدور الثمانية. فالبطولة احنا نتمنى يعني أنها في الأيام اللي جاية تبقى مميزة، ولكن الناس كلها بتتوقع أن البطولة دي هتبقى من أضعف النسخ لكوبا أمريكا. بشكرك جدا يعني الأستاذ أيمن جلبرتو مدير النشر في موقع يلا كورة. مشاهدينا دي أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع يلا كورة، بشكركم جزيل الشكر وعودة ليك يا كريم مرة تانية. وإحنا كمان بدورنا بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة روزان نصر، وطبعا الشكر موصول لضيفك العزيز الأستاذ أيمن جلبرتو وأيضا للزميلة العزيزة سالة حامد، شكرا جزيلا وصباح الفل عليكم جميعا. طيب تعالوا بقى نروح نتكلم شوية عن رياضة الغطس، حيث فازت اللاعبة الأسترالية عفوا راينان أفلاند بلقب جولة بطولة ريد بول للغطس اللي أقيمت مؤخرا في سان رافائيل في فرنسا، وبالمناسبة اللي فاز في منافسات الرجال من نفس البطولة هو اللاعب الروماني كاتالين بريدا، وفاز بالميدالية الذهبية ليصبح هو أول مشارك ببطاقة دعوة يتوج بلقب إحدى جولات هذه البطولة.
طيب تعالوا بقى نروح لكرة السلة، وكرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية مولعة دايما وباستمرار. فاز فريق لوس أنجلوس كليبرز على ضيفه يوتا جاز بنتيجة 132 نقطة مقابل 106 في مباراة ثالثة ضمن سلسلة نصف نهائي القسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وده يعتبر واحد من أقوى يعني دوريات كرة السلة على مستوى العالم بالمعنى الحرفي. أحرز اللاعب كواي ليونارد 34 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ثم أضاف بول جورج 31 نقطة. يعني دايما في الدوري الأمريكي لكرة السلة تاخدوا شوية يعني مهارات فردية لوز اللوز، شوية دنكات على مزاج حضراتكم، شوية تمريرات، يعني حاجة عظيمة جدا. هي أي مباراة عشوائية كده افتحوا حتى على اليوتيوب في أي موسم من المواسم هتلاقوا دايما أن كرة السلة في أمريكا وتحديدا دوري المحترفين فيها يعني مشتعل باستمرار. طيب من كرة السلة تعالوا بقى نروح على رياضة التنس، حيث فاز الثنائي الفرنسي نيكولا مايو وبيير هيوغو بلقب زوجي الرجال لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين مقابل مجموعة، طبعا فازوا فيها على الثنائي الكازاخستاني المنافس. نروح بقى على سباق السيارات، حيث حقق السويدي ماركوس إريكسون فوزه الأول بسباق ضمن طبعا بطولة أندي كار ريسينج للسيارات، وبرضه هنتابع مع حضراتكم جزء من السباق. اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده يجي 300 مرة عن السمنة، ونصحناكم كتير من خلال مجموعة كبيرة من الفيديو جرافس، وقلنا لكم عن أكلات معينة بتساعد على يعني فقد الوزن أو نقصان الوزن. المرة دي بقى هنتكلم عن العكس بالنسبة للناس اللي بتعاني من النحافة. هنتعرف مع حضراتكم من خلال هذا الفيديو جراف عن أبرز الأكلات اللي بتساعد في مسألة زيادة الوزن. هنشوف مع بعض ونرجع نكمل كلام. طيب دلوقتي بقى هنتعرف مع حضراتكم على مجموعة جديدة من التمارين الرياضية مع كابتن أحمد عوض مدير جيم النادي الأهلي فرع الجزيرة، وبعد كده هنطلع فاصل، ومجرد العودة من هذا الفاصل إن شاء الله نرحب سوا بكابتن محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق، وهنتكلم معاه كتير قوي في مسألة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي. اتفضل. صباح الخير يا مشاهدين العظام، صباح الخير يا جمهور الاهلي العظيم. النهارده هنعمل شويه تمارين للناس اللي بتبقى قاعده في البيت، اللي بتكسل تنزل جيم او تنزل تعمل رياضه. مش محتاجين اكتر من 10 دقائق ربع ساعه بكتير قوي، الصبح بدري اول ما نصحى من النوم او قبل ما ننام، الاحسن يكون الصبح قبل الشغل، قبل ما نعمل حاجات البيت الطبيعيه، عشان في ناس بتشتكي دايما من الدهون او الزياده في الدراعات او الزياده في المنطقه العليا من الجسم. هنعمل حاجات مهمه قوي النهارده للدراعات بس. ازاي اتمرن في البيت من غير ما اروح الجيم او غير ما استخدم حاجات فيها اوزان او اتلكك بقى زي ما بيقولوا كده بايه؟ بان انا ما عنديش وسيله ان انا اتمرن في البيت، لا احنا ممكن نجيب ازازتين ميه او اي اوزان ممكن نلعب بيها في البيت نتمرن بيها، هي بس الفكره ان يبقى عندي حاجه فيها مقاومه او ريزيستنت ان انا اشتغل بيها. بعد ما سخن كويس، سخن عن طريق ان انا ممكن انط الحبل في البيت، اعمل جامب
المهم ان انا ارفع درجات ضربات قلبي لفوق شويه علشان جسمي يبتدي يسخن. حاجه اسمها احماء عام ابتدي اعمل اتني كوعي وافرده. كل ده انا بعمل ليونه في المفاصل عشان ما يحصلليش اصابه. تمام، كل ده تسخين لكتفي والكوعي عشان دي المفاصل اللي هنستخدمها في التمرين. ممكن اقعد 5 دقائق اعمل شويه حركات زي دي، كل حاجه فيهم ممكن توصل لدقيقه. جناب واعيد تاني، كل ده عشان ارفع بس درجه الليونه في المفصل عشان لما اجي اتمرن ما اجيبش اصابه للمفصل ولا للعضله، تبقى سخنت وجاهزه للتمرين. نبتدي نمسك مقاومه، همرن العضله اللي قدام، هعمل 20 عده او 30. لو انا اول مره اتمرن بخلي شده التمرين تبقى 60% بس من الشده، مش لازم اوصل لاخر عده واطلع بالعافيه، لا هعمل بس 20 عده. هي الفكره كلها ان انا كده بخلي الالياف العضليه اللي عند العضله دي تشتغل. خلصت 20 عده هوطي ظهري مفروض كده، لا ظهري مفروض، هرفع كوعي لفوق يبقى كوعي في مستوى كتفي، واعمل كيك باك ده عشان يمرن الترايسبس المنطقه اللي ورا. هعمل 20 عده عشرة كمان. اهم حاجه البوزيشن اللي انا باخده، عشان في ناس بتشوف تمارين كتير قوي وتنفذها غلط وده ممكن يجيب الاصابه في كتفي او في كوعي. خلصت ال 20 هرجع عيد تاني 20، كوعي ما بيرجعش لورا كده، لا لازم كوعي يفضل قدام وبالراحه مش بسرعه، ما بفردش ايدي مره واحده كده غلط عشان ما ادمرش الاربطه اللي داخل الكوع. خلصت 20 20 تاني، هنعمل التمرينتين دول سوبر سات ورا بعض 20 20 ثلاث مرات مفيش راحه بينهم. بعد كده اخد نفسي 30 ثانيه واشرب ميه، اخش التمرين اللي بعده الهامر ده بيمرن العضله اللي في النص ما بين الباي والتراي. هعمل برضو 20 عده، بعد كده ازازه كبيره او الازازتين مع بعض فوق وانزل ورا ظهري 20. اتفقنا ان كل تمرينه مع الثانيه سوبر سات مره هامر مره اوفر هيد، هنعمل 20 عده كده و20 عده كده. دي تمرينتين للسوبر سات، هخش معاهم حاجه للكتف عشان كده يبقى انا خلصت المنطقه بتاعت الدراع كلها، عشان الناس اللي بقى عندها مشكله ان الدراع بيتخزن فيه دهون، ده ناتج عن ضعف العضلات في الدراع. 20 عده كده، ده السوبر سات برضو، هخلص 20 عده كده. كده يبقى انا عملت تمارين لمنطقه الدراع كلها، عشان الناس اللي عندها مشاكل في الدهون اللي بتبقى هنا دهون الدراع ده ناتج عن ضعف العضلات. كده انا قويت العضلات وبالتالي العضلات ما تبقى قويه تحرق الدهون اللي حواليها. ربنا يحفظكم جميعا، اهتموا بالتمارين دي مع معلومات مفيده وتمارين جديده الحلقه اللي جايه ان شاء الله. عودة إلى 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا مازال الحديث مستمر عن استعدادات الأهلي لمغلقات الترجي التونسي في مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومنورنا دلوقتي عشان نتكلم معاه في كل التفاصيل كابتن محمد عامر نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا كريم، منورنا. الله يبارك فيك. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ بس والله الحمد لله. يا رب أنت دايما في أحسن صحة وأحسن حال إن شاء الله جميعا. إن شاء الله بإذن الله. نبتدي بقى من النقطة دي، عشان هي النقطة دي اللي أصبحت إيه يا حديث المدينة في الفترة الأخيرة. مسألة لقاء الأهلي والترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب، واللي الحقيقة كتير من الناس بيعتبروا إن الماتشين دول يعتبروا يعني إيه نهائي مبكر. مبكر صحيح. مش كده برضه حضرتك متفق مع الرؤية؟ لا متفق طبعا إن هو بيعتبر نهائي مبكر، لأن دايما في بطولات أفريقيا على مدار ال 20 سنة اللي فاتت الأهلي والترجي ديربي.
يعني هنقول ان في 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 خلال السنين اللي فاتت كلها ملاقات الاهلي والترجي كان 20 مره. يعني 8 الاهلي كسب، 8 تعادلوا، 4 كسب الترجي. فالمباراه ديربي، يعني سواء في رادس بقى، سواء في استاد القاهره، الموضوع مش فارق مع الفرقتين خالص، لان يعني كم مره النادي الاهلي خدها من هناك من رادس. صحيح. وكم مره هنا في 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 استاد القاهره كان ند جامد جدا من الترجي للنادي الاهلي في كل الحالات. فالمباراه مش سهله، والمباراه لابد ان احنا نحترم هذا الخصم، لان مش عايزين نقول خصم عشان الخصم دي انا ما بحبهاش في الرياضه. المنافس. المنافس، وهو جدير بالاحترام. هو جدير بيؤكد على هذا الامر. اي بالظبط. يعني هو لما يوصل 20 مره قدام النادي الاهلي في النهائيات، يعني ده جدير بالاحترام ولازم نحترمه. اي فريق بقى يوصل في هذه المكانه قدام النادي الاهلي في النصف النهائي او في النهائي، لابد ان النادي الاهلي بيحترمه احترام شديد جدا، بياخد عنه المعلومات اللازمه لخوض هذه المباراه. وخاصه الترجي اللي بنعتبره هو نفسه عاوز يبقى يعوض اللي فاته مع النادي الاهلي. طبعا. وانا بعتبر النادي الاهلي زي ما هو في الـ في الـ في الـ في الدوري المصري، كل فرقه بتيجي تلعب النادي الاهلي بتبقى بتعد العده عشان طبعًا. تكسب النادي الاهلي. كل لعيب في مصر عاوز ينال شرف وشرف الالتحاق في صفوف النادي الاهلي، فبيلعب بيطلع كل ما عنده قدام النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يبقى عينه عليه ويختاره يجيبه لصفوف النادي الاهلي. فالنادي الاهلي يعني في مشكله كبيره، سواء افريقيا او محليا. يعني محليا مش فارق مع النادي الاهلي قدامه الزمالك او ولا المنيا، مع احترامي للمنيا، فريق صغير او فريق كبير بيلعب على البطوله، هو كله بيجي قصاد الاهلي ويحجر جامد. ايوه، ما هو كل واحد بيطلع كل امكانياته قدام النادي الاهلي. صحيح. كل مدرب عاوز يثبت امكانياته قدام النادي الاهلي، وبالذات فرق شمال افريقيا بصفه خاصه وعبر التاريخ. يعني دايما بتلاقي فعلا اي ماتش جزائر، تونس، المغرب، لا يعني ماتشاته مع اي بلد في الدنيا او اي فريق في الدنيا كوم، وقدام النادي الاهلي تلاقيهم دايما كوم تاني. يعني لو بصيت على الـ على الـ على مشوار النادي الاهلي كله، هتلاقي يعني شكل المباراه مع بلد افريقيه. احنا كلنا في افريقيا طبعا. أنا مش عايزين نقول بلد افريقيه، يعني من قاره تانية، لا من تحت، غير شمال افريقيا خالص. يعني بيبقى الشكل مش زي بعضه خالص، لان شمال افريقيا دايما هم مدرستين مختلفتين بالظبط، لان اعدادهم كله بيبقى في اوروبا، هم قريبين من اوروبا فوق طبعا، بيعملوا اعداداتهم كلها. ومعظم لعيبتهم محترفين كمان، ومعظم لعيبتهم محترفين في اوروبا. صحيح. فالمستوى بيبقى عالي جدا، ومعروف ان الجزائر والمغرب وتونس كل دول يعني بينالوا الحظ في كاس العالم على طول. هتلاقي يعني لو ما لقيتش تونس تلاقي الجزائر، تلاقي المغرب. مش بس بيتواجدوا، لا، وبيعملوا شغل حلو كمان. طبعا. ما انا بقول لحضرتك يعني برضه هم يعني مروجين لعيبتهم، لان لعيبتهم اغلب لعيبتهم في انديه وانديه محترمه جدا طبعًا. سواء في الدوري الفرنسي او الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. فالمستوى هناك في شمال افريقيا بيبقى مستوى عالي جدا، مستوى حتى المدربين في شغلهم مستوى عالي جدا. فطبعا لابد من احترام هذا المنافس، واكيد يعني وعندنا اداره محترمه جدا، مدير كوره سيد عبد الحفيظ بيعجبني تصريحاته جدا، ما هوش مبالغ في تصريحاته، متزن جدا، بيشيد دايما بالمنافس اللي قدامه، وبيدي اهتمام للمنافس اللي قدامه عشان لما يجي يقابله يقدر ان هو يجاريه، ويقدر ان هو يطلع بالهدف من المباراه. كنا بنتكلم امبارح انا وواحد ضيوف البرنامج الكرام في تفصيله ان الاهلي رايح يلعب الماتش ده وهو ثالث العالم في كاس العالم للانديه، وواخد كاس السوبر والامم الافريقيه التاسعه. يعني الالقاب دي كلها والوضع ده كله بيزود من ثقل النادي الاهلي بطبيعه الحال.
لكن هل ده شيء مطمئن ولا ممكن ما يبقاش مطمئن قوي من منطلق ان كل اللي انا بقوله ده ممكن يستفز جدا الفريق المنافس، وده منطقي الى حد كبير، عايزين يثبتوا نفسهم. مش اول مره ده يصعب المأموريه علينا. هو يصعب المأموريه لو اللعيبه دي او النادي ده اللي هو النادي الاهلي اول مره ياخد بطوله افريقيا، اول مره ياخد بطوله السوبر، اول مره يروح كاس العالم للانديه، لكن راح قبل كده كتير. النادي الاهلي بيطلع من بطوله بيقفل الصفحه بتاعتها بيخش في البطوله اللي بعديها. بالعكس انا بقول ان النادي الاهلي لما يبقى رايح بهذا المنظر وبهذه البطولات اللي شالها قبل ما يروح يقابل الترجي ده، يروح وهو كله ثقه انه لابد ان هو يرجع بالفوز، مش ان هو يروح يبقى فارد صدره وانا بطل العالم وما يقديش في الملعب. لا، الكلام ده مش في النادي الاهلي خالص، وده احنا شفناه على مر السنين اللي فاتت. يعني احنا يعني انا بتكلم مثلا في 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 عمر انا لعبته في النادي الاهلي 10 سنين، خدنا سبع دوري، ستة كاس، خمسة افريقيا، يعني في 10 سنين 13 بطوله. غيري في 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 سنوات اقل خدوا 22 بطوله. مانويل جوزيه كانوا معاه اللي بتاع الجيل اللي كان معاه ابو تريكا وبركات واللعيبه اللي كانت مع ابو تريكا، يعني كلهم دخلوا في 22 بطوله. وحتى على صعيد المدربين يعني كيتسو موسيماني لغايه دلوقتي حقق مع النادي الاهلي 4 بطولات وبينافس في الموسم ده تقريبا في كل البطولات المتاحه. بالزبط. وبالمناسبه ليه برغم كده يعني بقينا نسمع في الفتره الاخيره في شويه تحفظات او انتقادات بتوجه لكيتسو موسيماني من منطلق ان لوحظ في الفتره الاخيره ان الاهلي مش بيسجل في الشوط الاول وانه غالبا ما بيحسم الامور في الشوط الثاني ويمكن مع نهاياته كمان؟ هو يعني احنا بنعيش في ظروف غير طبيعيه في بقالنا سنتين او ثلاث سنين بنعيش في ظروف غير طبيعيه. موسيماني يعني معذور جدا ان هو كل مباراه بيبقى في ناس بعيده، كل مباراه في ناس مصابه، ده غير المصابين اللي بعدوا فتره طويله. معلول يعني رجوعه برضو ده حاجه كويسه جدا، كان بعيد. محمد هاني برضو قفشه يا ربنا ان شاء الله يكرمهم ويبقوا موجودين في المباراه بتاعت يوم السبت ان شاء الله. فيعني كون ان يبقى في 5-6 كل مباراه بيتغيروا لاسباب كورونا، لاسباب اصابات، لغيابات، ده برضه بيجي على حساب الاداء والمستوى. هو بالمناسبه التفصيله دي برضه كابتن عامر، يعني الى اي درجه كان موسيماني موفق في التعامل مع بند الغيابات الكتير اللي عانى منها الفريق في الفتره الاخيره، وبرضه فيما يتعلق بمساله تدوير اللعيبه؟ ايوه، لا هو بصراحه يعني اللي ما دايما بيقول لك الشجره المثمره هي الناس بتحذفها بالطوب. هو ماشي كويس وعامل روتيشن مع اللعيبه بشكل كبير جدا. اللعيبه اللي اعيروها بره ورجعت اكرم توفيق على ناصر ماهر على يعني كلهم، محمد شريف النهارده هم اعمده اساسيه في الفريق طبعا. يعني عندنا يعني ناصر ماهر من اللعيبه، يعني انا بقول لحضرتك اهوت وافتكر الكلام دوت، لو اتحط مكان قفشه واتساب في الملعب 4-5 ماتشات هتشوف ناصر ماهر ده بيعمل ايه. ناصر ماهر عنده امكانيات رهيبه، انا عارفه لان هو ده ابني من اولادي، لان انا كنت ماسك رئيس قطاع الناشئين في 2011، ف انا عارف كويس. فده من اللعيبه الهايله، فهو بيعمل روتيشن. ناصر ماهر بياخد على فترات، اكرم توفيق بياخد على فترات، وعندك اكرم توفيق بيستخدمه في كام مركز. ما هو برضه هنا موسيماني من الحاجات اللي مساعداه ان هو عنده لعيبه بتلعب في اكتر من مركز في الملعب. في نفس الوقت برضه كابتن عامر، مش بتبقى المهمه صعبه شويه لما يكون في تدوير كتير نتيجه ان ده الامر الواقع وفي غيابات؟ ما هو هيعمل ايه؟ لا انا قصدي اقول لك ان ده مش بيأثر على الهارموني اللي ما بين اللعيبه. بيأثر اكيد،
اكيد بيأثر والناس بتهاجم موسيماني في بعض المباريات ان المباراه مفيش اداء جيد مفيش اداء حلو ما بنستمتعش بالاداء ما هو ده بسبب ان اللي بيأثر على الانسجام والهارموني بين اللعيبه والربط بين اللعيبه ان انت اللعيب ما بيلعبش جنب اللعيب 10 ماتشات ورا بعض صحيح يا دوب ماتشين وتلاقي اللعيب واحد منهم طبعاً. فلت باصابه بمرض كده دخل معاه لعيب تاني على بال ما بالرغم ان هم طبعا بيتمرنوا على حاجه واحده وكل واحد كل لعيب بينزل يكمل اللي بيأديه زميله بس برضه بيبقى في كيمياء كده بين اللعيبه بتلاقي ان في وان تو هات كده معينه بين لعيبه معينه فيه. ده بنفقده بطبيعه الحال لا هو فيه يعني لما بتشوف في حالات كتيره قوي محمد شريف ده ان تايم وهو بيتحرك بتلاقي قفشه حاططها له في خاصه ان محمد شريف سريع وبيحب المساحات اللي بتحط له الكره بتحط له في مساحات وقفشه من الناس اللي بيعرف يخلق المساحات دي وقفشه بيعرف يخلق المساحات لانه دايما دماغه فوق ما بيمسك الكوره او بيحط رجله على الكوره بيبقى كشف الملعب وعارف هو مسبقا طبعا. كمان يعني قبل الكوره وهي جايه له بيبقى عارف شريف فين حته وهيجري فين طبعا صلاح محسن لو التايمنج يعني بيبقى دايما ما هو التايم بالثانيه ما هم يعني. مهم جدا التايمنج لان اللي هو بيحطها في التايم المظبوط صحيح بحيث ان اللعيب يبقى رايح بوشه والمدافع بيبقى على بال ما يلف يكون اللعيب راح وبيجيب الهدف ففي ربط بين اللعيبه وبعضها في الملعب كتيره قوي يعني خاصه قفشه والخط الامامي الى اي درجه من المهم ان احنا نحسم الامر من ماتش الذهاب وفي قلب ملعب رادس فكرك هتتحسم من هناك ولا هنضطر برضو نستنى وحاطين ايدينا على قلوبنا ان شاء الله هنحسمه من هناك لانه هم عاوزين يحسموا الامر المباراه هتبقى مفتوحه يعني ما فيش حد هيبقى متحفظ وان كان بقول ان موسيماني ممكن يبقى في ثلاثه في نص الملعب يأمنوا بشكل كبير او بيلعب بالطريقه اللي هو بيلعبها انه يبقى في ديفندرين ومن قدامهم قفشه ومن قدامهم الثلاثه اللي بيلعبوا قدام. طب ليه ما يحصلش العكس؟ ليه ما نتفرجش كلنا وخصوصا على شوط اول الفرقتين فيه مقفلين ومتربسين وجايبين ظروفها تحسبا وده هيحصل اختراق مش متوقع. ده هيحصل لان الفرقتين ده ديربي والفرقتين كل واحد عاوز يجس نبض الثاني وده هيحصل في خاصه ممكن في الثلث ساعه الاولانيه 25 دقيقه الاولانيه ان محدش هيجازف خالص وهيبقى كله محرص لكن انا شايف ان احنا هنقدر ان احنا نخطف جول او اتنين في الماتش ده. هو الخوف لو العكس اللي حصل لو هم اللي عرفوا يخطفوا جول وخصوصا في الشوط الاول وارد وبعدين شمال افريقيا زي ما حضرتك ادرى مني اكيد مليون مره لما بيجيبوا جول بيرقدوا عليه وبيقفلوا الدنيا تمام وارد بس الترجي مش هو الترجي بتاع زمان يعني لو هتخش على صفحه الترجي هتلاقي انهم بينادوا انهم يجيبوا لعيبه خمسه لعيبه ولا سته لعيبه عايزين يدعموا كل صفوفهم بلعيبه اجانب ولعيبه في المنتخب التونسي بتلعب في فرق اخرى ويعني ما هوش مش هو الترجي بتاع زمان لكن هم كمان عندهم كعبله في اللي حصلت من حوالي اسبوعين لما عندهم خمس لعيبه برضو كنا بنتكلم تقريبا امبارح في النقطه دي ان عندهم خمس لعيبه ثلاثه منهم جزائريين يعني عملوا مشكله في الفتره الاخيره وبلبله كده احنا عايزين خلي بالك يا اما نظبط عقودنا يا اما نفسخ عقود دلوقتي خلي بالك عشان ممكن عندهم مستحقات متاخره ممكن تكون دي زي الحرب النفسيه ممكن ما اصل الموضوع ده ملوش اي اساس فعلا ممكن عشان انت ده تقول ده الفرقه مفككه ده الفرقه مش عارف ايه تبقى انت مهيئ ان انت رايح على فرقه تعبانه وتلاقيهم واقفين على حيلهم ويكسبوك الله يعني الخطه مش بس بتبقى محطوطه للملعب لا لا ده ابدا ده شغل عالي يعني خلي بالك ده يعني ده يعني برضو الانديه دي عارفه الانديه دي انديه بطوله ما همش يعني لو حصل عندنا ممكن يحصل عندنا هنا في النادي الاهلي الكلام ده؟ لا طبعا مش هيحصل لان طبعا سيد عبد الحفيظ اداره النادي الاهلي الخطيب مجلس الاداره
هيبقى يعني عنده هيفطن لهذا الامر، ولازم يبقى كل واحد باخد مستحقاته، واللعيبه عندها راحه نفسيه انها تؤدي بحيث انها ترجع بالبطوله. والحقيقه دي من عناصر القوه في اداره النادي الاهلي لكافه الامور المتعلقه بالفريق الاول. انا بس هستاذن حضرتك، انا اسف للمقاطعه بس قالوا لي لازم نطلع فاصل حالا ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كابتن عامر. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده لضيفنا الجميل كابتن محمد عامر نجم النادي الاهلي السابق، اللي بنتكلم معاه في تفاصيل كتير متعلقه بالنادي الاهلي، وبصفه خاصه اكيد بنتك حبتين في كلامنا عن ماتش الترجي، ماتشين بقى الذهاب والاياب. كنا بنتكلم من شويه مع كابتن عامر عن فكره الوان تو والكيمياء اللي بتكون متحققه في كتير من الاحيان ما بين اللعيبه، واتكلمنا حتى على قفشه ومحمد شريف، وفرصه برضو زملاء مجهزين هدف جميل اللي كان العامل فيه اسيست رائع الحقيقه قفشه، وكالعاده قدرته على انه يخلق يعني مساحات، وزي ما حضرتك بتقول انه فعلا كشف الملعب، احنا شايفين اهو ده في ماتش المحله. ايوه يعني الحاجات دي بتفرق كتير. هو خلي بالك بيبقى في ربط يعني الكره لما بتيجي عند قفشه بيبقى في ربط بين خلاص، يبقى معروف ان محمد شريف هيجري فين. الحاجات دي يعني ما بيعملوها في الماتش اكيد بيتعمل في التمرين، يعني كل ده كان في بيبقى في شغل تخصصي في الثلث الاخير خاصة مع نص الملعب والثلاثة اللي قدام. هو بالمناسبة كابتن عامر، هو أي تمريرة أي كورة إحنا بنشوفها من أي فريق، أنا مش بتكلم عن النادي الأهلي، بتكلم من حيث المبدأ، بيكون كلها متدربين عليها ولا برضه بيكون في مساحات لحاجة تستجد يعني ثغرة كده تتوجد في كسر من الثانية؟ ابتكار بقى في الملعب. يعني دايما في مساحة للنوع ده من الأمور. أنت بتشتغل بتعمل شغل عام بتشتغله لما الكرة بتروح ناحية اليمين، الباك رايت بيفتح على الخط أو بيحطها للهاف رايت يخش له من جوه، يكون طالع واحد من تحت في المساحة الفاضية بيحطها له. الشغل ده لو هو اتيحت له الفرصه انه يتعمل بيتعمل، وعايزه سرعه رد فعل رهيبه. لا بيتعمل لو هو حتى الفرقه الثانيه عارف انت هتعمل كده وعملت بشكل سريع بإجادة يعني في شيء من السرعه شويه هتخترق وهتشتغل شغلك. لكن ممكن الكوره مثلا رايحه ناحيه اليمين والخصم قفل كده بالصليقه كده وفتح لك جوه، انت عندك بقى انت شخصيتك انت تشتغل في الملعب، الرؤيه بتاعتك انت تشتغل بدل ما تطلع على بره، وكان المدرب قال لك تطلع على بره، طب هو قفل عليك من بره مش مساعده وفتح لك جوه، خش على جوه واشتغل وادي قرارك. فاللعيب بتاع لعيب النادي الاهلي خاصه بيبقى لعيب عنده شخصيه، يعني عنده شخصيه يعني عنده حسن القرار، يعني بياخد القرار في ان تايم، بياخد القرار في وقته، مش محتاج حد يقول له شوط، مش محتاج حد يقول له عدي. يبقى شخصيه ورؤيه كمان طبقا للمستجدات بالزبط. اللي موجوده الرؤيه اللي حضرتك بتقولها دي الرؤيه دي مهمه جدا، ان هو يبقى مش كله حفظ طب ما هو حفظت وينزلوا يسمعوا وكده مش هينفع كده. أيوة كمان مش هينفع. عايز اقطع حضرتك برضو عند تفصيله الحقيقه كانت ملفته جدا للنظر، لان ليها الكثير والكثير من الانعكاسات الطيبه على اللعيبه وحتى على الجماهير. تمام. فكره ترقص الكابتن محمود الخطيب لبعثات النادي الاهلي كما راينا في العديد من الرحلات الخارجيه في الفتره الاخيره وانعكاساتها الايجابيه على الاداء وعلى الطمانه سواء للعيبه في الملعب او زي حالتنا للمشاهدين عبر الشاشات. وطبعا كل احترامنا لكل اعضاء مجلس اداره، يعني انا عاوز في خاصه في المباريات الحساسه اللي هي المصيريه اللي هي بتاخد بيها بطوله كل مجلس اداره يروح، خاصه يعني انا زيك مبسوط جدا بشوف كابتن محمود الخطيب في بيرقص كل البعثات طبعا. ودي حتى هو لما بيجي يقعد معاهم، خلي بالك وعد محمود الخطيب مع اللعيبه قليل، لكن لما بيقعد معاهم بيحسوا انه فعلا قاعدين مع لعيب كوره حاسس باحساسهم بيشد من ازرهم بيطلع الدوافع اللي عندهم بشكل هو جربه، اصل هو
خاض بطولات كتيره جدا طبعا. وخاصه البطوله الاولانيه اللي هي بطوله 82 اول بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي. فطبعا احساس اللعيب فقد الشيء لا يعطيه أكيد. اللعيب لما لما يحس بلعيب زيه وينصحه ويديله النصايح دي لا واحنا مش بنتكلم على اي لعيب، احنا بنتكلم على ظاهره كرويه ومدرسه فنيه ماشيه على رجلين ما شاء الله ما يعني. وكابتن ان النتيجه النهائيه للمشاعر الحلوه المتبادله دي اللقطه العبقريه اللي كلنا شفناها واللعيبه وهم بيلبسوه انا ما استنيتش، انا بعت له رساله في ساعتها والله بعد المشهد ده انا دمعت طبعا والله دمعت فعلا لقطه رائعة. يعني معبره بشيء لا تتخيله غير مسبوقه. لا ما حصلتش. لا وبعدين وحضرتك برضو شايف اللعيبه هم بيعملوا كده، انت شايف ولامس بنفسك ان ده بيحصل بحب، يعني مش مثلا ايه لا فرض ولا ده شو يخلي ده كل حب. خلي الناس كلها تقول النادي ده لازم ياخد كل البطولات طبعا. ما هو الحب ده مهم جدا طبعًا. مهم جدا طبعًا. فكون ان هم الراجل دوت يعني شوف حاجه يعني عظيمه. انا متاكد ان هو بيعيط يعني حاجه متاكد ان هو بيدمع يعني ده الناس كلها دمعت. هو كابتن الله انا قلت له يعني برغم ثباته الانفعالي اللي هو مشهور بيه بس دي لقطه فعلا انسانيه. مبروك على الكاس، انا قلت له مبروك حب اللعيبه فيك. طبعا والله صحيح يعني قال لي الحمد لله والشكر لله وبتاع وسلم عليا يعني بصراحه انا يعني انا ببقى فرحان لان ده زميل طبعا. وانا بتمنى له النجاح وبتمنى له التوفيق دايما محمود الخطيب. طيب نرجع بقى مره ثانيه برضه بعد اذن حضرتك لماتش الترجي، وهل تتوقع ان هيكون في اختلاف في طريقه اللعب نظرا لطبيعه الخصم، ولا الاهلي هيلعب يعني بالشكل اللي احنا شفناه عليه في اخر كام ماتش؟ لا انا شايف ان هو مش هيغير، لكن هيبقى في شيء من الصراعات يعني ممكن يبقى موجود صلاح محسن، ممكن يبقى موجود محمد شريف، ممكن يبقى موجود انا في الخط الامامي الطاهر محمد طاهر، لان ديفنسهم عنده بطء شويه. من تحتيهم هيبقى قفشه عشان برضو الرؤيه واستغلال المساحات ورا الديفنس، لكن ممكن احنا يبقى عندنا حرص شويه لانهم عندهم دايما بيلعبوا على الاطراف كويس جدا. ما دي نقطه بقى كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيها. مش تحديدا نقطه اللعب على الاطراف، انا بشكل عام ايه اللي ممكن حضرتك تكون قلقان منه؟ هو ده يعني احنا لازم الاسلحه يعني لازم اللي هيستخدمها الترجي. بص لازم اي كرات عرضيه على اي فريق، على اي فريق النادي الاهلي الترجي البرازيل بتبقى صعبه جدا، لان الفيرود بيبقى رايح بوشه والديفنس بيبقى راجع بظهره، فبتبقى صعبه على الـ على الـ على الـ على المدافع اكتر ما هي سهله على المهاجم. وهم بيلعبوا على الاطراف كويس جدا، بيلعبوا الاوفرات دي بتبقى عندهم بشكل جيد. احنا لازم نوقف من بدري الاوفرات دي ما تتعملش. طب لو لاي سبب من الاسباب يعني، ونتمنى ان ده ما يحصلش، بس لو افترضنا ان جاهزيه قفشه لم تكتمل قبل لقاء الذهاب، تعتقد مين اللي هيلعب مكانه في المركز ده، ولا هنلجا لتقفيل خط النص اكتر؟ ناصر ماهر. انا بقول ناصر ماهر لو هو يعني خايف من ناصر ماهر على ان هو يعني مش خبره زي السولية، ممكن يبقى اليو ديانج وحمدي فتحي لو كان حمدي فتحي سليم يلعبوا من قدامهم السولية برضو عنده رؤيه وعنده سرعه القرار وشويت والكلام ده كله، لكن حمدي فتحي سليم يعني الحمد لله. حمدي فتحي ممكن يلعب مع اليو ديانج في نص الملعب كديفندرين من قدامهم السولية مكان قفشه، لو قفشه ان شاء الله انا حاسس ان قفشه هيلعب ان شاء الله ومش هنمشي احنا شفناه في لكن البديل ليه انا بقول لحضرتك هو ناصر ماهر. ناصر ماهر يعني يلعب وتطمئن ان هو هيأدي احسن من قفشه كمان ان شاء الله. يا مسهل الحال ان شاء الله بالزبط. يعني نقدر نقول لحضرتك مفيش حاجه معينه، حاجه شيء بعينه قلقك قوي حاطط ايدك على قلبك من لا لا زويل. لا خالص، انا يعني النادي الاهلي يعني انا اطمئناني بالاداره والاداره الفنيه والاداره اللي بياخدها سيد عبد الحفيظ ان هم
بيعرفوا ازاي يعدوا الولاد اعداد نفسي وذهني لهذه المباراه، لان اللي هيكسب من مباراه الاهلي والترجي هو اللي هياخد الكاس. احنا زي ما قلنا كده ان ده نهائي مبكر يا مسهل. حلو ان شاء الله العشرة يا كابتن عابد. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وهاجي لك هنا. تنورنا تنورنا في البيئه يا كريم. ان شاء الله رب العالمين. كنا هوند بقى معانا طبعا. لا ده احنا بنستنى الجمله بتاعتها بتاعت صباح النصر بقالنا فتره ما قلناهاش. لا ان شاء الله. نقولها على قريب ان شاء الله. نبتدي مع حضراتكم يوم الاحد باذن الرحمن ان عشنا وكلنا عمر بجمله نهاوند الشهيره جمله صباح النصر. ربنا يصلح الحال. انا شاكر لحضرتك جدا جدا. نورتنا واسعدتنا بوجودك كالعاده. وان شاء الله نلتقي مع حضرتك مرات ومرات على خير ان شاء الله. هستاذن حضراتكم ونطلع فاصل سريع ونرجع عشان نكمل معاكم بقى اخر فقره في حلقتنا النهارده. اتفضل. على جوله تفقديه في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد للكابتن محمود الخطيب طبعا بصحبه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي والمهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره ومعاهم دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي وايضا اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد. هنتابع ونرجع إن نكمل كلامنا. اتفضل. دايما فكرتنا عن رياضه التزلج ان هي رياضه لا تمارس الا في البلاد اللي فيها تلج. طب البلاد اللي زي حالاتنا ما فيهاش تلج يعني احنا مالناش نفس نتزلج؟ من حقنا نتزلج احنا كمان. الحقيقه ان في انواع مختلفه من هذه الرياضه، وطبعا دي نقطه من ضمن نقط كتير هنتكلم فيها وبالتفصيل الشديد، وخصوصا ان هي ابتدت تنتشر بشكل ملفت للنظر في جميع انحاء العالم وحتى في عالمنا العربي في الفترة الأخيرة. هنتكلم عن أنواع هذه الرياضة مع كابتن عمرو عبيد وهو مدرب التزلج اللي منور الدنيا. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله فضل ونعم والله. الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. أولاً يعني أنا شاكر لحضرتك جداً وقناة الأهلي إنها استضافتنا في برنامج زي كده. ده أنت منور. إن إحنا نعرض فكرتنا أو الرياضة بتاعتنا بصورة كويسة في أكبر منصة إعلامية في أفريقيا وفي مصر زي نادي الأهلي، وبنشكركم فعلاً جداً إن إحنا يعني اظهرت لنا اللعبه وهتظهرها لنا بشكل كويس في الاداء. لا شكرا على واجب. اولا حضرتك منورنا واحنا سعداء بوجودك معانا، وفعلا لا شكرا على واجب لان هدف رئيسي واساسي من اهداف البرنامج ده بصفه خاصه وقناه الاهلي اكيد بطبيعه الحال بشكل بالزبط. عام القاء الضوء على كل انواع الرياضات بالزبط. وخصوصا الرياضات اللي ابتدت تنتشر مؤخرا في مصر وفي عالمنا العربي كما هو الحال في رياضه التزلج او الانزلاق زي ما حضرتك قلت لي قبل كده. هي اسمها يعني في اللغه العربيه الفصحى اسمها الانزلاق. التزلج المقصود بيه اللي هو التلج، الجزء اللي هو في التلج ده كله بنسميه التزلج. أوكي. الانزلاق ده اللي هو المقصود بيه اللي هو على الارض العادي اللي هو بمعنى صح رولر سكيت. طب واللي بيحصل على الرمل؟ الرمل ده بتسموه ايه بقى في الحلقة؟ اسمه ساند بوردنج. يعني أوكي. هو بيبقى بورد واحد بس، يعني هو مفروض لحد دلوقتي في لعبه واحده موجوده فيه اللي هي بتبقى بالبورد اللي هو على الركب ني بورد ولا بيبقى لا لا هو بيبقى محطوط بورد خشب كده واحنا بنتزحلق بيه على رمل على كثبان رمليه بتبقى ناعمه شويه مش اي رمله كمان معين بتبقى مخصصه بتبقى دايما موجوده في الفيوم واكترها في الفيوم يعني بس بنلجا لافضل جبال موجوده فيها. انت شخصيا ابتديت ممارسه الرياضه دي امتى واي نوع منها تحديدا؟ انا الاول كانت بتواجهني صعوبات طبعا في الاول في البدايه كده كان والدي فاكرني ان انا لسه يعني انت كبرت بقى على الكلام ده. قلت له يا بابا انا الصراحه الرياضه دي حبيبها. كان رافض اللي هو طب ايه طولي ولسه بتتزحلق لسه بتتزحلق ينفع حاجه زي كده؟ فكان والدي الله يرحمه بقى كان رحمه الله عليه كان بيقول لي دايما يعني ما تلعبش رياضات خطر او تحافظ على صحتك والكلام ده كله. فجه في فتره من الفترات شافني وانا بلعب لعبه صغيره زي دي كده خدت سكيت من حد وبلعب فشافني تطورت بطريقه مدهشه جدا لدرجه ان في مره لقاني في برنامج تلفزيوني طلعت وبطلع بعرض فقال لي ايه ده انا مش مصدق ان انت بتعمل كده. فابتدى يدعمني وابتدى يجيب لي يعني اسكتات من انضف انواع الاسكتات بحيث اقدر اطور نفسي. الكلام ده كان من 10 سنين وانا بلعب انا بقالي 19 سنه بلعب اسكيت. وانا من 10 سنين عمال اطور نفسي في الاسكيت. المشاكل اللي كانت بتواجهني ان انا كنت بتمرن كل حاجه لوحدي يعني انا اللي بكتشف المهاره ما كانش في بقى جو وسائل الاعلام الكبيره ده وان انا ادخل على يوتيوب ادور على مهاره كانت الموضوع كان صعب جدا. لو من 19 سنه ما تهيأليش ان الرياضه دي كانت حتى موجوده في مصر. اما كانت موجوده كان عددنا قليل قوي او على استحياء يعني بالظبط كده يعني احنا كنا موجودين. وكان على فكره احنا العلم احنا لينا اتحاد لحد دلوقتي اسمه انزلاق الفني للهواء سوري انزلاق للهواء الاتحاد الاتحاد ومن زمان جدا. هو مستقل ولا تابع لرياضه ثانيه؟ لا تابع يعني احنا تابع الاتحادات كلها وبننزل نمارس رياضاتنا ولينا بطولات رسميه وبناخد ليها اعمال سنه في الثانويه العامه وحاجات زي كده. اوكي. الانزلاق ده يعني او بمعنى صح في ثلاث انواع منه يعني تعال نتعرف عليه. يعني في ثلاث انواع وكل نوع ليه الحذاء الخاص بيه بالظبط كده. هو ده اسمه انلاين سكيت. ده المقصود بيه السكيت السريع يعني اللي بيجري بيه بسرعه جدا في الارض.
وعلى اي ارضيه؟ هو ده طبعا عشان براند كويس فبيقدر نمشي بيه على الارض. انما في لو حاجات صيني او لسه استعمالها ضعيف شويه ما بتبقاش بتساعدني في الاسفلت شويه، بس بتساعدني في اراضي تانية. تمام. الاسكيب بيساعدني في السرعه، يعني ده بيساعدني في السرعه في المهارات شويه الى حد ما، فبيخليني العب اللعبه حاجه اسمها فري ستايل او الاربن، او ان انا اتحرك بحريه في الشوارع زي ما بنشوف ان بعض الناس بتتحرك بحريه في الشوارع والكلام ده كله. وفي اوروبا كمان بشوف في اوروبا بالظبط توجه عالي، وفي نفس الوقت بعمل بيها لياقه بدنيه. يعني الناس بتفتكرها انها لعبه خفيفه، لا احنا بنعمل لياقه بدنيه تامه، احنا فعلا بنطلع جسمنا مرهق تماما وبنظبط جسمنا وبنقلل وزننا وبنظبط عضلاتنا واجهزتنا الحيويه جوه بتفضل شغاله طول ما احنا بنلعب اللعبه دي. لدرجة ان احنا لينا جزء منه اسمه فيتنس، يعني يعني في لعبة اسمها فيتنس، انا بنزل اجري في الشوارع زي الجري او العجلة، فبقدر امارس من خلالها رياضه. وبتعمل نفس المردود زيها زي الجري العادي ولا هي الدنيا اهدى شويه؟ لا بالعكس اقوى كمان، عشان انت بتحمل وبتدي لنفسك قوه، انك انت بتدي لنفسك سرعه اكتر وبتبقى دايما عندك الهدف انك تجري اسرع. يعني يعني ما عندكش ان هو ايه عارفه ما حضرتك يبقى معاك عربيه فتبقى عايز تجيب اسرع فاسرع فاسرع، فده بيغريك انك كل شويه عمال تزود سرعتك. بس انت عايز مضمار يساعدك على كده، هو ده بقى اللي مش الشوارع العاديه، والا ممكن جدا وانت بتسرع تيجي واخد بالظبط كده. احنا عندنا شروط بنحطها دايما كاسكيتر يعني او جروب، عندنا بنحط الشروط ان مش اي حد ينزل في الشوارع، مش اي حد يقدر يمارس في وسط العربيات، ما حدش يقدر، ممنوع يعني، بنحط له شروط. البديل ايه المطلوب؟ البديل ان احنا بندور على اماكن، وبنتمنى طبعا هي ابتدت تظهر بس بنتمنى انها تظهر بشكل كويس. يعني الحمد لله سياده الفريق السيسي طبعا زود لنا في بعض الاماكن زي اكتوبر، بقى في ممشى سياحي هناك يقدر يساعدنا ان احنا نلعب الرياضه دي، لان هو ظهرها نتيجه اما عمل مبادره بتاعه العجل، اما ابتدى الناس تشوف ان في عجل وان البنت عادي ممكن تنزل بعجله، ابتدى السكيت يظهر في بعض الاماكن زي كده، وابتدوا يعملوا ممشى سياحي عندنا ان احنا نقدر نمارسه ونقدر نلعب فيه. والحقيقه سياده الرئيس الحقيقه يعني القى الضوء من جديد على الرياضات التنسيه الفتره الاخيره. بالظبط كده. طيب ده نوع واللي جه ساعدنا برضو اكتر كان وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، كان عمل لنا مبادره برضو قريب للسكيت، هي دي اللي نقلت السكيت تماما. يعني سلط علينا اضواء كلها ان احنا بقينا سكيت موجودين في مصر. جميل. ده نوع الانلاين سكيت. في جزء تاني برضو من الانلاين سكيت اسمه الاجريسيف، ده بيبقى يعني صعب شويه في المهارات بتاعته، ده بيبقى مصنف ان هو اعنف سكيت. اعنف بمعنى ايه؟ يعني بمعنى صح مهاراته قويه شديده، مش سهله. مهاراته هو ولا مهاراته اللي هو لا يا راجل يعني هو ده بيستعمل، وده بسم الله ما شاء الله ليه مهارات مستقله. أيوة عن اللعب بالظبط كده. يعني ده للعلم احنا عددنا قليل جدا اللي بنلعبه في مصر، احنا حوالي ما يتعداش العشرة، ما يتعداش تماما. أوكي. لان هو بيبقى صعب شويه، ده اللي احنا بنشوفه بيتزحلقوا بيه على الترابزين كده مثلا، على السور. بينزل يتزحلق على سور زي كده، فده بيقدر يساعدنا. يعني الليدج اللي هنا السول اللي هنا دول والانتي روكر ده يساعدوا على الانزلاق. يعني ده مش عجله، يعني ده مش عجله، دول ثابتين. دول ثابتين، دول العجل بس. طب دول بيعملوا ايه؟ دول بيساعدوني ان انا لو في حاجه يعني؟ بتزحلق مثلا على سور او حاجه زي كده، فبيساعدني ان انا اتزحلق. هو ده بيبقى اصعب شويه، ده بيحتاج له حاجه اسمها سكيت بارك اللي احنا بنشوفهم يعني فكره ان انت بتتزحلق على سور دي لوحدها مرعبه جدا. فانت بتتزحلق على سور وكمان بحاجه زي كده. بالظبط كده، بالظبط كده. فهو ده اللي احنا بنتمناه طبعا، ان احنا نشوف حاجه زي كده هنا في مصر اللي هو السكيت بارك. عشان كده احنا عددنا قليل، يعني احنا لو ظهر اماكن زي كده في مصر كتير الناس هتدعم، هتجيب. طب بغض النظر عن النوع ده بالتحديد، لكن حجم الاقبال بشكل عام على الرياضه دي في مصر عامل ازاي؟ احنا السنه اللي فاتت شهدنا طفره رهيبه تماما. يعني احنا كنا في مصر فعلا زمان من حوالي 6 سنين او 7 سنين، اما كنت بشوف واحد بسكيت كده من بعيد كنت بطلع اجري، لا تخبي العربيه، تعالى انت بتلعب سكيت فين، وننزل نتعرف نبقى اصحاب. يعني كان عددنا لا يتعدى ال 10 فعلا. دلوقتي احنا مش عايز ابالغ، بس هو احنا فعلا فوق ال 10,000 سكيتر في مصر. بس انت كمان عندك اجيال جديده من الاطفال، دي بقى الميزه. يعني حضرتك بص جبت لي نقطه جميله جدا، انا قلت لحضرتك انا من 10 سنين انا كنت ما كانش في غيرك، ما كانش في غيري وكنت طبعا بجتهد لوحدي. ودلوقتي ما بقيت بمرن، انا بمرن طبعا اطفال دلوقتي، بقيت ببس فيهم الاخلاق طبعا رقم واحد، والقيم والمبادئ اللي تظهر اللعبه بشكل كويس، لان احنا دايما حابين ده ان يظهروا بشكل كويس. فابتدى ان احنا نبس لهم النقط دي، غير ان احنا بنديهم مهارات في اسرع وقت. يعني المهاره اللي انا كنت بقعدها بالشهور انا بديها له في يوم يومين ثلاثه، فبينجز معايا.
فده بقى المستقبل اللي لما يجي هيبقى حاجه تانية خالص غيرنا. طب طالما انت بتقول يا كابتن عمرو برضو ان بقى في اقبال ملحوظ في الفتره الاخيره، وكمان كنا بنتكلم من شويه في فكره ان في اتحاد بالفعل للرياضه دي، هل ده معناه ان احنا عندنا فرق وعندنا منتخب وعندنا بطولات وعندنا منافسات، ولا لسه الموضوع ده على الضيق؟ بالظبط كده، كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده حاجه اسمها الفري ستايل اللي هو اللعب الحر، ان انا بلعب حر خالص وبلعب لوحدي وما فيش مشاكل. الانلاين سكيت ممكن يساعدني شويه في ان انا ممكن العب بسرعه. ده النوع الثالث، ده النوع الثالث، وده اللي منتشر اكتر نسبيا ده اللي منتشر في الرياضات، في الرياضه يعني السرعه هو سبيد، في سباقات سرعه بننزل انا وانت مثلا نسابق بعض، شوف مين فينا الاول وبتايم والكلام ده كله. وليه انا هبهرك لو طب يلا بينا دلوقتي على شويه شقلبازات غير مسبوقه، هنشوف الكلام ده دلوقتي. ماشي، ده برضو النوع الثالث الاخير اللي اسمه جام سكيت او كواد سكيت او بيسموه الارتستيك اللي هو الفني، ده اللي هو مخصص اكتر سنه للبنات اللي هي بترقص ايقاعي شويه بيه. وده بيبقى ليه اتحاد، يعني ليه اتحاد مستقل برضو اسمه انزلاق الفني للهواه. طيب انا عايز استاذنك، انا اسف للمقاطعه، بس احنا لازم نطلع حالا دلوقتي عشان نتفرج معاك ومع الناس على جوله تفقديه في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد للكابتن محمود الخطيب، طبعا بصحبه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي، والمهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره، ومعاهم دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي، وايضا اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد. هنتابع ونرجع نكمل الكلام. واحنا بنتابع مع حضراتكم هذه جوله تفقديه كابتن محمود الخطيب. كابتن عمرو كان بيقول انه عايز يشكره. طبعا يعني بشكر كابتن الخطيب طبعا ان هو ادانا فرصه زي كده ان احنا نطلع في منصه اعلاميه كبيره زي قناه الاهلي، ان احنا نطلع ونعرض لعبتنا انها تتشاف. حتى ده هيساعدنا كتير قوي، لان احنا كنا بنتمناه من سنين ان احنا نظهر بس او الناس تشوفنا او لا. خلي بالك الظهور ده منقوص، لان احنا النهارده للاسف الشديد محكومين بمده زمنيه معينه. انت توعدنا بقى ان شاء الله، ان شاء الله تيجي مره ثانيه تنورنا باذن الله، ونعمل بقى يعني ايه تجربه عمليه على اللي انت بتقول. يا مسهل، انا والزملاء هنا ونلبس الاحذيه بتاعت السكيتنج دي، انا جاهز، فرصه ندغدغ الاستوديو كويس على طول نطلع على بره. نورت الدنيا يا كابتن عبد الله، يخليك حقيقي على فكره مش هزار، انت ان شاء الله لازم تكون موجود معانا مره ثانيه عشان احنا يزيدنا الشرف. والله يزيدنا الشرف، نشكرك، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. ونشكر اكيد كل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده، بكره باذن الرحمن حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي صباح الحلويات.